في العراق واقع الموقف واضح وصريح، تمثل هذا الموقف بتشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وبالتالي ربما هذا الموقف نجده يعني مفقود مع يعني كثير من الدول العربية التي تدعي العروبة. للأسف لحد هذا اليوم هناك مواقف هزيلة، لا بل أنه بعض الدول ربما أيدت هذا العدوان الغاشم. اليوم أهلنا في غزة يقتلون، يهجرون، واقعا حتى المدنيين من خلال يعني الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، واقعا جرائم يعني تنافي حتى يعني القانون الدولي. وللأسف لحد هذه اللحظة لم نجد موقف واضح وصريح. اليوم هناك جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لبيان أيضا وتعزيز واقعا الموقف السابق للعراق. العراق منذ عشرات السنوات موقفه واضح باتجاه الكيان الصهيوني، ربما حتى هناك كانت مشاركات في الحروب وغيرها، وأيضا الدعم اللوجستي. البرلمان العراقي مع المقاومة في غزة، البرلمان العراقي ضد كل هذا القصف الوحشي اللي تتعرض إلى غزة. اليوم آلاف الجرحى، آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ. الجلسة راح تكون رسالة لشعبنا وهنا في فلسطين، رسالة إلى حكومتنا العراقية على أن تأخذ موقف موحد مع الدول الإسلامية، مع الدول الإقليمية، مع الدول المجاورة، مع الدول العربية، ليكون هناك موقف موحد، كذلك لدعم قطاع غزة من الإنسانية والطبية، المواد الطبية والمواد الإنسانية. مثل ما تعرفون صار عليها اليوم حصار. كل هذا والعراقيين دائما سباقين في أخذ هكذا مواقف. كل هذا نقول إحنا مع المقاومة الشريفة مع تحرير فلسطين.